خلينا نروح لزميلنا المتألق دائما الحقيقة أمير هشام، يقول لنا برضو من أبو ظبي طبعا كالعادة، يقول لنا إيه آخر أخبار النادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي. أمير اتفضل، زيك الأول طبعا وتحياتي ليك وتحيات الكابتن أيمن ليك يا أمير، ويعني طمنا بقى الأخبار النهاردة إيه. تحياتي ليك يا كابتن اسلام، تحياتي للكابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني خلاص استعدادات اخيره وساعات قليله جدا جدا بتفصل النادي الاهلي على مواجهه نص النهائي امام فريق بالميراس البرازيلي، مواجهه مرتقبه ومهمه وصعبه جدا جدا جدا. لكن خليني اقول لك ان الكل هنا جاهز يا كابتن اسلام، والكل هنا يعني مستعد اتم الاستعداد لهذه المباراه على جميع الاصعده، سواء نفسيا ذهنيا بدنيا فنيا، الكل جاهز باذن الله كفريق. الحمد لله ما فيش اي اصابات مؤخرا، يعني حتى مغربي لما اتصاب في مباراه مونتري يعني كان عباره عن كرامب بس، لكن شارك في التدريبات امبارح، التدريبات الاستشفائيه شارك فيها، النهارده شارك في المران كامل بشكل طبيعي، الامور كلها على ما يرام. كمان اكتملت صفوف الفريق بانضمام الخماسي الدولي، خماسي النادي الاهلي المقيدين في قائمه الفريق في كاس العالم للانديه، وده يعني يعتبر دافع من الدوافع اللي دايما دايما لاعبي النادي الاهلي بيحاولوا يخلقوها لنفسهم بشكل او باخر، عشان باذن الله يقدروا ان هم يعني يأدوا كل اللي عليهم في المباراه. هو ابرز حدث في الحقيقه انضمام الدوليين، كان في ترحاب كبير جدا جدا من الفريق لفور وصول عناصر الاهلي الدوليه لمقر الاقامه، وكواليس كتير بتتعلق بوصولهم في الحقيقه، لان الناس برضو كان زي ما قلت لحضرتك امبارح يا كابتن اسلام، يعني في ناس برضو كانت بتقول كان ممكن يجوا بدري عن كده، لا ما كان صعب جدا ان هم يجوا بدري عن كده. ده هو يعتبر النهارده كده في التوقيت ده هم وصلوا بالظبط 11 ونص بتوقيت ابو ظبي، يعني 9 ونص بتوقيت القاهره، يعني معنى كده هم اصلا يعتبر جم بدري، كمان كان من المتوقع ان هم يجوا 1:30 او 2 صباحا بتوقيت ابو ظبي، لكن سرعه الاجراءات والمجهود الكبير جدا اللي بذلته اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي والاستاذ عمري العمري فاروق، بالتنسيق كمان مع يعني الكابتن سمير عدلي، اجراءات كانت سريعه جدا. حتى من ضمن التفاصيل الصغيره كان في عربيه فان هي اللي هتاخدهم من مطار دبي عشان يجوا على ابو ظبي، لكن النادي الاهلي قرر قال لازم عربيات على اعلى مستوى يعني فيها اريحيه كبيره وتدي راحه للاعيبه ان هم قاعدين، عشان تجنبا برضو لمزيد من الاجهاد. فعلا اللعيبه كلهم جم على متن 3 سيارات، يعني من فخمين جدا جدا لراحتهم وكبداية للاستشفاء بالنسبة لهم، في إطار طبعا مجهود كبير جدا هيبذل من دكتور كمان أحمد أبو عبلة، وأنا يعني أصريت أن أنا أسأله النهاردة على هامش المران وقلت له أنت دلوقتي كطبيب للفريق هتتعامل إزاي في موقف زي ده؟ أكيد مستر بيتسو موسيماني ممكن يكون محتاج الدوليين، فرص مشاركتهم في المباراة هتكون ازاي؟ يعني الراجل قال ان احنا عندنا معانا اجهزة استشفاء ممتازة جدا جدا هنشتغل عليها، هنبص على حالة كل لاعب، لكن لازم نحترم الاجهاد البدني ولازم نحترم الاجهاد الذهني الخاص باللاعبين، لان كانوا في بطولة قوية جدا جدا ومجهود عظيم وكبير على مدار مباريات مختلفة، فكلها حسابات، الكل هنا بيحاول يقوم بدوره على اكمل وجه، والكل هنا بيحاول ان هو يشوف الانسب لمصلحة الفريق، لكن يبقى القرار في الاخر لمستر بيتسو موسيماني في يعني امكانية اختيار احد العناصر الدولية ان لم يكن اغلبهم، الله اعلم ممكن يكون كلهم، لكن في اعتقادي الشخصي هيكون صعب جدا ان اي حد فيهم يبتدي بشكل اساسي هذه المباراة، لكن قد يتم الدفع ب البعض في اثناء اللقاء وعلى حسب سير المباراه. لكن شبه مؤكد يا كابتن اسلام، شبه مؤكد، والجزئيه دي لازم نركز فيها شويه، ان حتى لو لعبت عناصر دوليه من لاعبي النادي الاهلي الدوليين اللي وصلوا دلوقتي هياخدوا دقائق في المباراه، لكن صعب قوي قوي اي واحد فيهم يلعب مباراه كامله، لكن تبقى ظروف المباراه هي اللي بتحكم طبعا، وقرارات مستر بيتسو موسيماني هي اللي بتتنفذ في الاخر، لان هو ادرى بكل شيء وهو اكيد مدرب كبير. ده فيما يتعلق باللاعبين الدوليين.